تدخل معنا مع طفلة اسمها وسن أسعد، نجم يتلألأ في غسق الدجى، علها لو مرت بفستانها الأبيض على مقبرة لنهض الموت من بين هذه المقبرة يتبسم في وجهها. رحبوا معي بوسن أسعد. قصة The Voices Call Kids ليست عبارة عن صوت أو إبداع، لكن هي اكتشاف لقدرات ربما قد تكون مدفونة تحت التجاهل، لكن سيكون هنالك الأمل. أولا بأرحب بصاحب المطعم أو ابن صاحب المطعم من الشخصيات الإدارية بالمهندس عبد الحافظ جازم، أسمع له أقوى تحية، هو اللي جمعكم لهذا المكان. ايش اسمك يا وسن؟ وسن، شوف على انطلاقه وسن اسعد ساري. وسن اسعد ساري، ما شاء الله. ايش حابه تقولي للجمهور هذا وللجنه؟ نو. اذا لها لغه اخرى، ربما باسلوب الاشاره ستلقنكم الان درس، وانا متاكد انكم بتصفقوا لها قوي. اذا نسمع اقوى تحيه لوسن. جرحت قلبي يا نستاهل، وزدت قلبي هما وحدة، طعنت قلبي من الداخل، ما زدت ريت ان انا انسى، بات شعرك يا داخل، شدت في العالم الحب يشت إيضا من عاجل الحب ما Very thank you, thank you. What do you think the Garden City restaurant, it will be the best like what you told me yesterday? Yeah, inshallah it will be the best. Okay, and also وسن بتكون هي الأفضل. تحية كبيرة للإثنين معنا. اذا تفضلوا. شكرا جزيلا استاذ عبد الحافظ. يا سعد نعم، لحظه وسن، وسن في مفاجاه. مش وسن حاجة. يا وسن، من تختاري، عمار ولا سماح؟ سماح صاحبتك ولا محمد؟ سماح. يا حياد، تحيه كبيره للسماح. خلاص وسن معك. طبعا وسن مش متسابقه، هي جات ضيفه شرف واحنا برمناها بس تشجيع لها، وهي مش متسابقه حسب ما سمعت. لا متسابقة، متسابقة، متسابقة. خدعتينا يا سماح، خدعتينا يا سماح، خدعتينا يا سماح. لا قالت في البداية سماح إن ضيفة شرف، خدعتنا إحنا وخلينا. طيب تستاهل، تستاهل وسن، اسمع لها تحية. أوكي، إذا تحية كبيرة للأستاذة سماح بأسلوب غير مباشر وبطريقة خطيرة، ضمت إلى رصيدها المبدعة وأيضا المشهورة في السوشيال ميديا وسن أسعد.